دونك كيما شفتوا الشغالات ديالكم غادي ثقيله بزاف، الخدمه خاصها تمشي بالتاقلم مع الفضاء ديالكم باش نديرو شي منتوجات اللي هي رائعه. باش ما يتيهوش مع الافكار الكثيره اللي عندهم، لازم تصنيف الافكار الصالحه واللي غتميزهم في موضوع الاختبار واللي هو فصل الخريف. قبل ما نفكر غادي ندير مثلا مزهاليه، علاش غندير المزهاليه وانا في فصل الخريف ما كاين لا ورد ما كاين والو، الاوراق كتساقط، الزهور كتموت بالبرد، كاش غندير المزهاليه؟ عطانا استفاده على الطبيعه، على المنتوج اللي غادي نخدمه من الطبيعه، ورانا كيفاش تعامل معنا مزيان. دابا ملي كتشوفوا هنايا كاين بعض المواد اللي هي عضويه او لا هي نباتيه. دابا شي واحد اينوض من شي فئه ويعزل ليا، علاش غادي يخدم؟ شوف غير التصور ديالو والمعامله ديالو مع هاد الاشياء اللي كاينه في الطينيه. سي سعيد كيحاول ما امكن باش يستوعب طريقه تفكير الصناع ديالنا باش يختار الطريق الاسهل لمساعدتهم. ديما فكروا ما تمشوش لديك لو ميكانيزم، هذاك الشيء الميكانيكي اللي فيكم، كنصوب واحد القطعه كنبقى ديما هي هي، لا شنو هذاك سميتو؟ دابا حنا في واحد الموروث حضاري ماشي صناعه تقليديه. هضرنا على الفصل الخريف اش يكون فيه، خديت ملاحظات من بعد زيت لقيت راسي غادي افكار جديده. نتمنى من هذه الورشه خدي منها بعض المعلومات، بعض الادوات اللي تخدموا بها في الورشات ديالكم اللي غنلتحقوا بها دابا. تفضلوا. ملاحظات وافكار وحيل عمليه هداها لهم سي سعيد، خلاتهم يستأنفوا اعمالهم برؤيه اخرى، جعلت البعض يبدل افكاره والبعض الاخر يطور من طريقه اشتغاله على المنتوج.